تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون جمهورية سومالان وأبرز العناوين في نشرتنا لهذه الليلة. مشاركة نائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي في اليوم العالمي لمكافحة الإيدز بالعاصمة هرقيسة. افتتاح نائب رئيس جمهورية سومالان اجتماعا موسع هدفه من أجل تقديم خدمات كبيرة للمجالس البلدية لكافة أقاليم سومالان. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين، وإلى حضراتكم الآن النشرة بالتفصيل. شارك نائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي في مناسبة كبيرة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإيدز، وقيمت هذه المناسبة بالعاصمة هرقيسة، وشارك فخامته عدد كبير من المسؤولين. شارك اليوم نائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي في مناسبة كبيرة للاحتفال لليوم العالمي لمكافحة الإيدز. شارك فخامته بهذه المناسبة كل من وزير العدالة والنواب والوزارات التالية: الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة والإعلام والدين والأوقاف واللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز ومسؤولين آخرين. تحدث في المناسبة نائب وزير الصحة بجمهورية سومالاند السيد النمع حسين قودم بكلمة أشارت من خلالها بأن مرضى المناعة المكتسب مرضا خطير ونسبته قليلة في بلادنا، ويجب علينا التكاتف معا لمحاربته والقضاء عليه نهائيا. على صعيد آخر، تحدث نائب وزير الإعلام سعادة عبد الواحد عبد القادر عبد الرحمن بكلمة أشار من خلالها بأن وزارة الإعلام لها دورا مهم في نشر الوعي لدى المواطنين من هذا المرض وكافة الأمراض. وتحدث أيضا مدير اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز بروفيسور عبد علي شكر من خلالها الهيئات والمنظمات الوطنية الذين شاركوا في هذه المناسبة. وفي الختام، تحدث النائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي بكلمة أشار من خلالها بأن دواء RT يساهم في تقليل نسبة الخطورة من مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. افتتح اليوم نائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي اجتماعا موسع هدفه من أجل تقديم خدمات كبيرة للمجالس البلدية بأقاليم سومالان كافة. افتتح اليوم نائب رئيس جمهورية سومالان فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي اجتماعا موسع بالعاصمة هرقيسة هدفه من أجل تقديم خدمات كبيرة للمجالس البلدية بأقاليم سومالان المختلفة. وقد حضر هذا الاجتماع عدد كبير من عمد عواصم سومالان، شارك فيها أيضا مندوبي الهيئات العالمية. وفي كلمة في افتتاح هذا الاجتماع للنائب رئيس جمهورية سومالان أشار من خلال كلمته إلى أهمية هذا الاجتماع وضرورة الاستفادة منه، لأنه بناء على هذا الاجتماع سوف يقوم بتقديم خدمات جليلة للمجالس البلدية من تنسيق للشوارع العمومية للحيلولة دون وقوع حوادث مرورية، ولإظهار العواصم الرئيسية لمدن سومالان بمظهر لائق أمام كافة الزوار. كما سيتضمن الاجتماع البنية التحتية لتلك الأقاليم من توفير لمياه الشرب. كما تحدث في المناسبة أحد مندوبي الهيئات العالمية أشار من خلال حديثه بأن هذه الهيئات العالمية عازمة على تمويل مشاريع كبيرة منها صحية وتعليمية كبناء مدارس ومراكز صحية. هذا كما تحدث في الاجتماع عدد من عمد العواصم. ويأتي هذا الاجتماع ضمن التحركات الأخيرة التي قام بها نائب رئيس جمهورية سومالان بعد أن كانت جولته الأخيرة والتي تضمنت جولة بإقليم ساحل وافتتاحه لعدة مشاريع تنموية بإقليم ساحل، وزيارته إلى ميناء بربرة الساحلي خاصة الميناء الجديد الذي يقام حاليا تشييده ليساند الميناء الأول. كما استمع في هذه الجولة إلى شرح مفصل من نائب مدير ميناء بربرة عن كيفية سير الأعمال القائمة حاليا. عقد اليوم مجلس الشيوخ بجمهورية سومالان جلسة اعتيادية وترأسها أمين عام المجلس سعادة سليمان محمود آدم، تم فيها مناقشة مشروع أجندة قانون تسجيل الناخبين بجمهورية سومالان. عقد مجلس الشيوخ بجمهورية سومالان جلسة اعتيادية حضرها كافة الأعضاء وترأسها أمين عام المجلس سعادة سليمان محمود آدم، تم في هذه الجلسة مناقشة وتداول مشروع أجندة قانون تسجيل الناخبين المدنيين ورقمه 37/2007. هذا وقد قام السادة الأعضاء بالتصويت للتصديق على هذا القانون، وصوت لصالح القانون 52 عضوا وصوت ضده 4 أعضاء، فيما أعرض عن التصويت عضو واحد. الأمين العام لم يصوت، وبهذا تم التصديق على مشروع قانون تسجيل الناخبين. هذا وقام النائب الأول لأمين عام المجلس سعادة سعيد شام علي بتقديم شرح مفصل عن الهدف من جلسة اليوم وأهم البنود التي تم مناقشتها. وتحدث بكلمة الأمين العام لمجلس الشيوخ بجمهورية سومالان سعادة سليمان محمود آدن، حث من خلالها السادة الأعضاء بمواصلة العمل لخدمة الوطن. عقد اليوم بمدينة أوسلو بالمملكة النرويجية اجتماع موسع حضره مجموعة كبيرة من مؤيدي حزب كلمية الحاكم من أجل جمع التأييد لخوض حزب كلمية دورة رئاسية ثانية. عقد اليوم بمدينة أوسلو بالمملكة النرويجية اجتماعا موسعا حضره مجموعة كبيرة من مؤيدي حزب كلمية، وقد عقدت هذه المناسبة من أجل جمع التأييد لخوض حزب كلمية الحاكم دورة رئاسية ثانية.
وتحدث بكلمتنا السيد محمد عبدي إسماعيل، أشار من خلال كلمته إلى ما قام به حزب كلمية خاصة رئيس جمهورية سومالان فخامة أحمد محمد محمود آدم من اجتهادات في مجالات عدة الصحية، بناء مراكز صحية ومدارس تعليمية، كما تحدث آخر في هذا الاجتماع مشيرا إلى حقية حزب الحاكم في الرئاسة الثانية، كما تحدثت إحدى السيدات بجالية سومالاند المقيمة هناك مشيرة إلى الفرق الكبير بين قيادته والقيادات التي سبقته، وقالت إنها واضحة للعيان. عقد اليوم المدير العام بوزارة الشؤون الداخلية بجمهورية سومالاند سعادة عبد السمد عمر مال مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه، تحدث فيه عن كيفية تخزين المعلومات الخاصة بالتعداد السكاني. عقد اليوم المدير العام بوزارة الشؤون الداخلية بجمهورية سومالاند سعادة عبد الصمد عمر مال مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه لوسائل الإعلام، تحدث من خلاله عن كيفية تخزين المعلومات والأقاليم التي ستبدأ فيها التدوين المواطنين، وهي إقليم أوضل وساحل، وستبدأ غدا ببورما وبربرة. وتم إنهاء تدريبات للموظفين من جميع النواحي، وأشار المدير العام بأن العقلاء والسلاطين هم العمود الفقري لهذه الدولة، ولهم دور كبير من نواحي تمييز المواطنين من غير المواطنين. وأشار أيضا إلى أن الوزارة هي المسؤولة عن تخزين المعلومات وحث المواطنين أن يستفيدوا من هذه الفرصة. وفي الختام شكر وزارة الإعلام على الدور المهم الذي تقوم به من توعية. عقدت اليوم منظمة سونيا مناسبة كبيرة شارك فيها مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة بجمهورية سومالان بإقليم سول وعدد قفير من شباب الإقليم ومسؤولين من منظمة سونيا. عقدت اليوم منظمة سونيا مناسبة كبيرة سميت بكالكال وشارك فيها مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة بإقليم سول وعدد من شباب الإقليم ومسؤولين من منظمة سونيا. تحدث في بداية المناسبة أحد مسؤولي منظمة سونيا عبد الغني محمود بكلمة أشار من خلالها يحث فيها الشباب بالابتعاد عن العصبية القبلية والاهتمام بأمورهم الدينية والدنيوية، ويهتم هذا البرنامج أيضا بتطوير مهارات الشباب الحرفية. وفي الختام تحدث منسق وزارة الشباب والرياضة بإقليم سول السيد جامع خليف، وعد من خلال كلمته بأن وزارة الشباب والرياضة ستلبي كافة طلبات الشباب وستقدم لهم برامج إضافية رياضية بالمستقبل القريب. وتحدث كذلك في المناسبة عدد من الشباب شكر وزارة الشباب والرياضة لما تقدمه من خدمات توعوية وتطويرية للشباب. وفي الشأن العالمي، اشتباك رجال الشرطة مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية قرب مركز حكومة هونغ كونغ. قرب مركز حكومة هونغ كونغ بحي أدميرالتي وعند ساعات الصباح الأولى اشتبك رجال الشرطة مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، والذين حاولوا تطويق مقر الحكومة رافضين للصياح لأوامرها بإيقاف مظاهراتهم التي بدأت قبل شهرين. هذه المواجهات التي أدت إلى توقيف 40 شخصا جاءت بعد دعوة أطلقتها مجموعتان طلابيتان قادتا العصيان المدني، وكانت الشرطة قد أخلت المنطقة قبل أكثر من شهر. وقال أحد المحتجين: لا نملك أي سلاح، إنهم يحاولون استخدام كل أسلحتهم ضدنا، العديد من الأشخاص جرحوا، ولأن هذا هو منفذنا فهم لا ينوون إيقاف العنف. ارتكب النظام السوري مجزرة مروعة في مدينة جاسم شمال درعا وسقط 21 شخصا جراء القصف الحربي العنيف. قال مصدر إعلامي بأن النظام السوري ارتكب بدرعا مجزرة مروعة في مدينة جاسم شمال محافظة درعا جراء القصف الجوي العنيف منذ ساعات الصباح الأولى. حصيلة المجزرة 21 قتيلا إلى الآن، وما زالت الجثث تحت الأنقاض. كما واصل طيران الحربي قصف بلدة الشيخ مسكين بأكثر من 10 غارات جوية دون أي خسائر تذكر. وتحدث الناشطون عن إلقاء مروحيات النظام السوري براميل متفجرة على مدينتي نوى وطفس وفي ريف حلب شمالي البلاد. ذكرت لجان التنسيق أن الطيران السوري شن غارات على المحيط بلدتي نبل والزهراء الموالين للنظام. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذه الليلة. على أمل اللقاء بكم في نشراتنا المقبلة. تقبلوا مني ومن فريق العمل دائما أطيب المنى، وإلى اللقاء.